يشارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمكافحة داعش الذي تستضيفه المملكة المغربية الشقيقة ولطالما كانت مملكة البحرين حاضرة في مختلف المهام الدولية لمكافحة الارهاب بمختلف اشكاله وصوره مواصلة سعيها لتسخير كافة طاقتها وامكانياتها لنصرة الحق وتحقيق الامن والسلام الاقليمي والدولي حضور دولي بارز لمملكه البحرين في مختلف المهام الدوليه لحفظ السلام ومكافحه الارهاب بمختلف اشكاله اذ ان المملكه تسعى لتسخير كافه طاقاتها وامكانياتها لنصره الحق وتحقيق الامن والسلام الاقليمي والدولي لمملكه البحرين دور جوهري في استضافه اهم الاحداث العالميه المعنيه بحفظ السلام والتحديات الدوليه وابرز ما تستضيفه مملكه البحرين حوار المنامه الذي يعتبر من ابرز المؤتمرات الدوليه ويضم قيادات فكريه وسياسيه وامنيه وعسكريه من مختلف الدول حيث يسهم المؤتمر في معالجه التحديات الامنيه والسياسيه في المنطقه ولطالما اطلعت قوه دفاع البحرين بدور مساهم والى هذه اللحظه ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعيه في اليمن بقياده المملكه العربيه السعوديه وهو الدور الذي انطلق من ايمان مملكه البحرين الراسخ بدعم الاشقاء ومكافحه الارهاب جهود مملكه البحرين لحفظ الامن والاستقرار الاقليمي والدولي لم يقتصر على المشاركه ضمن قوات التحالف العربي بل كانت حاضره ضمن التحالف الدولي لمكافحه تنظيم داعش الارهابي بالاضافه الى انضمام البحرين لمبادره اسطنبول للتعاون عام 2005 والمشاركه في قوه ايساف الخاصه بحلف الناتو في افغانستان ومن منطلق أهمية الحفاظ على الملاحة في المياه الدولية، أصبحت مملكة البحرين مركز العمليات البحرية الخليجي الموحد، أيضا كان لمملكة البحرين دور بارز في المشاركة في قوة الواجب المشتركة 151 المعنية بمكافحة القرصنة في خليج عدن تحت مظلة الأمم المتحدة في عام 2009. هذه الجهود البارزه هي محل اعتزاز مملكه البحرين قياده وحكومه وشعبا وستبقى على الدوام علامه مضيئه في مسيره حفظ الامن والسلام الدوليين والتي لطالما اكد عليها اهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مختلف خطاباته